في نوفمبر قبل مواجهتي المنتخب أمام توجو. الحقيقة التفاصيل إن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وافقت على منح المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري فترة إضافية في شهر نوفمبر اللي جاي ليقدر إن هو يعمل معسكر طويل قبل مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون. ولكن لن يتم إيقاف الدوري خلال شهر أكتوبر المقبل، وهيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدوري، وهو ما لا يمنعه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري حتى يصل اللاعبين لأعلى جاهزية للمنتخب قبل المعسكر. يعني شهر أكتوبر كامل ما فيهوش أي تأجيلات أو أي إيقافات، ولكن اتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية قررت إيقاف أسبوع أو منح المنتخب أسبوع إضافي بس في شهر نوفمبر.